صباح الخير يا جاسم. صباح النور يمه. أجيب لك قطعة زبدة على خبز هالشراك الساخن تفطر. شكرا يمه، سبقتك وأفطرت ولبست. عواد عواد، أيقوم عاد اخذ الشيطان. أوه فكوا عني عاد. أيقوم يا ولد، الدنيا صارت الضحى. عواد قوم خيو قوم. مشان الله مشان الله خلوا الواحد يتهنى بنوم الصبح مرة واحدة. اوف خذي اشربي شاي يوم. تسلم ايدك. اخ اخ بس اقلى وراعي الدار جاي مشان تصير تقوم قبل صلاة الفجر. يما ابوي ما روح امبارح. لا والله يا بني ما روح. النية انه ينام عند اولاد مرشود بطراف الزرقة مشان يصح له دور بن خالي من المطحنة. ان شاء الله يروي علينا اليوم ولا بكرة. عواد عواد هبيش فايدة. يما انت بدك تروح على تدريبك بعمان اليوم؟ ان شاء الله يما، بس انا نواف مشان يجي روحنا وياه. الله يوفقك الله يوفقك يا بني. انا داري والله قرايه هالجامعه تملل، صار لك سنين بتقرا. ما ظل كثير يما، ما ظل غير القليل. عواد عواد قوم يا عواد قوم. تماولكم تحلبوا الغنم. صباح الخير يا استاذ قاسم. صباح النور يا فلاح، تعال اشرب شاي. لا يا اخوي، ودنا نحلب الغنم بالاول. يلا يا عم عيده، الرعيان نشروا حلالهم وانا بعد نستنى بيكو. يعونك يا فلاح يعونك، جيتك. اقعد النايم اللي بجنبك يا استاذ قاسم، خليه يقوم يربط الغنم معي. قوم عواد 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 قوم. صب لك عليه شويه ميه مثل ما يساوي بيه عمي وراد. قوم اربط الغنم معي. انا بربطها معك يا فلاح ولا يهمك. اخ لو عمي وراد هان غير يقوم ما هو شايف الضوء.